توج النادي الأهلي ببطولة دوري تنس الطاولة لمنافسة الرجال والسيدات. جاء ذلك بعد تغلب فريق الرجال على الزمالك وفريق السيدات على جزيرة الورد في ختام الدورة المجمعة الثانية من منافسات البطولة. وجاء تتويج فريق الأهلي لدوري تنس الطاولة للرجال للمرة 33 في تاريخه بعد تغلبه على الزمالك في ختام مباراة الدورة المجمعة الثانية من المسابقة بنتيجة 3-1. يمكن بيرجع لقوة المباريات دي لوجود عناصر المنتخب القومي في الفرق اللي هي بتنافس على الأول والثاني. يمكن احنا زي ما كلنا عارفين لسه كأس أفريقيا منتهية، كانت بليجوس بنيجيريا وكان فاز فيها عمر عصر بالمركز الأول. طبعا تنظيم على أكمل وجه وحاجة رائعة جدا وبطولة مميزة دايما في الإسماعيلية. بشكر ست فريق أسامة ربيع على رعايته مثل هذه البطولات على أرض الإسماعيلية. المنافسة كانت جامدة جدا ما بين نادي الزمالك وجزيرة الورد. جزيرة الورد بصراحة كانوا في أعلى مستوى ليهم، سواء كانت يسرى رؤى أو آلاء يحيى، بصراحة كلهم كانوا هايلين جدا. بس الحمد لله إحنا كنا مستعدين جامد قوي وكنا عارفين الماتشات هتبقى جامدة جدا وما استسلمناش وقعدنا نحارب لحد آخر لحظة.